غيرها من 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 المهن. الهدف كان هو كل شيء خصو يلقى فضاء فين يشتغل داخل حزب التجمع الوطني الاحرار، الحزب الوحيد اللي في المغرب كيمتاز بهذا الهيكله اللي كيرجع فيها الفضل للرؤيه ديال السيد الرئيس معيه المكتب السياسي. هذا الشيء كله واحد العمل اللي الحزب ديالنا عودنا باش يشتغل عن بعد، ماشي يشتغل باش يوجد انتخابات. كانت البدايه في 2016 كيف تفضل السيد الوزير وذكر بالمراحل ديال الاشتغال والمنخرطين والعدد الكبير من الانجازات اللي تحققت على جميع المستويات اقليميا جهويا ووطنيا، وايضا بمعيه حضور مؤتمرات مع مغاربه العالم. الحمد لله الحزب وصل نتيجة اللي هي يترأس الحكومة لأول مرة في التاريخ، والحمد لله حكومة جد منسجمة اللي تكون من كفاءات. اليوم كيف كتلاحظوا كاين هناك واحد الشغال على عدد كبير من 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 كانوا مشاكل كبيرة في عدد القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. اليوم الملفات كلها محلوله، الملفات كلها كاينه واحد الديناميه سواء في مجلس النواب ولا مجلس المستشارين. الوزراء كلهم تيشتغلوا بواحد الحماس بواحد المنهجيه. كيف شفتوا خروج السيد رئيس الحكومه بحصيله 100 يوم اللي كانت هناك ارقام جد مهمه، تنزيل الورش الملكي ديال الحمايه الاجتماعيه، وكيف تفضل السيد الوزير اللي ذكر بان كاين تنزيل فعلي وتنزيل على ارض الواقع ماشي تنزيل على 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 الورق. كاين هناك ميثاق الاستثمار، قانون الماليه للحكومه يلا تنسبت القدره صف قانون الماليه، وكان هناك تغييرات كبيره وبصمه الحكومه خصوصا ضخ ميزانيه اضافيه في ميادين التعليم والصحه اللي هي ميادين اجتماعيه. وكيف كنذكروا الحزب ديالنا كان الحزب الاول في المغرب اللي حدد ثلاثه الاولويات، الصحه والتعليم والشغل، اللي من بعد كل شيء ولا كيتكلم على هذه الاولويات. كاين هناك ميثاق الاستثمار، كان هناك اصلاح الضريبي اللي محتاجين ليه، واليوم حال الوقت بتنزيل القانون الاطار للجبايات اللي غادي يأثر وغادي يقطر قطاع الجبايات في المغرب على مدى 5 سنوات. هذه كلها اوراش اللي كيتم الاشتغال عليها. ونذكر اليوم ما تفوتنيش الفرصه باش نذكر بان رئيس الحكومه اعطى اشارات جد ايجابيه وكان تجاوب على مطالب الاخوان النواب وكذا المستشارين في المجلسين، بحيث ان كان هناك مشكل كبير اللي كيعانيوا منه كل المقاولين، بحيث ان هناك تم تسويه موضوع ديال الضريبه على القيمه المضافه والمستحقات والمستخارات اللي كانوا ديال 13 مليار ديال الدرهم. وحنا كمهنيين كنعرفوا قيمه هذا المشكل لاننا كنعيشوه يوميا، والحمد لله كانت الجرأه وكان قرار غير مسبوق للسيد رئيس الحكومه باش خد التزام لتسويه 13 مليار ديال الدرهم من المستحقات اللي غتمشي للشركات الميزانيه ديالهم باش تقدر تنفس عليهم شويه في هذه الظروف اللي كنعيشوها وفي الظروف الجائحه. وكان هناك التزام باش تسوي هذا الملف قبل نهايه ابريل 2022. هذه كلها مؤشرات ايجابيه اللي افتقدناها في السنوات الماضيه، والحمد لله اليوم كاينين الناس ديال العمل، ناس ديال المعقول، ناس ديال الميدان، لكل واحد من الاختصاص ديالو غادي يساهم في التغيير. وان شاء الله اليوم حزب التجمع الوطني الاحرار الاول اللي كيعقد هذه المؤتمرات كلها.